Hello everyone, how are you today? Today we will start Unit 3, the Universe. In this unit, we will study two lessons. One, the first one, the solar eclipse, يعني كسوف الشمس. Lesson number two, the lunar eclipse, اللي هو خسوف القمر. The lesson one, solar eclipse. All of us know that the sun emits heat and light. كلنا عارفين إن الشمس بتطلع لنا الهيت واللايت اللي هو الحرارة، الضوء والحرارة. Light travels in a straight line. وعرفنا وكنا عارفين الكلام ده من grade 5 إن اللايت travels in a straight line، يعني الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة. الضوء بيسير في خطوط إيه؟ في خطوط مستقيمة. But when a dark object gets in the way of the sun, it blocks a part of the sunlight, forming a shadow for this object. ولكن لما بيكون فيه شمس والشمس دي بتسقط على شيء، الشيء ده بيحجب الضوء عن الشيء اللي بعديه. يعني مثلا أنا عندي هنا في الشكل اللي قدامكم ده، الشمس هتسقط على الشجرة، الشجرة دي هتحجب الضوء عن الحاجة اللي تحتيها، إنسان مثلا قاعد، كرسي محطوط، الأرض نفسها، جزء من الأرض هو زي ما انتم شايفين المنطقة الظل دي. الظل ده بيجي منين؟ بيجي من إن في جسم معتم، ها، بيحجب الضوء زي ما احنا أخدنا. فهو هنا بيقول إيه؟ when a dark object gets in the way of the sun، لما بيكون في شيء بيكون أمام الشمس، it blocks a part of sunlight forming a shadow، بيعمل حجب للضوء الشمس وبيسبب shadow اللي هو الظل. For this object where the temperature in shadow area is moderate، بيكون الجو درجة الحرارة في منطقة الظل بيكون أقل من المكان التاني. أنا جيت أمس. تمام كده اللي حاضر معايا محمد وعبد المنصف. تمام بس ركزوا بقى معايا في اللي انا بقوله ده، ماشي؟ لو سمحتم يعني. طيب هنا ممكن اسال سؤال واقول ايه complete. When a dark object gets in the way of sunlight forming space، يبقى هتجاوب بتقول ايه forming؟ ايه بقى اللي هيحصل؟ ايه اللي هيتكون؟ شادو. تمام. طيب the temperature in shadow area is نقط، يبقى هكتب ايه؟ moderate، is moderate. تمام. Please close the mic، نقفل المايكات علشان يبقى الفيديو كده هادي وصافي من غير ما يكون فيه نويزي. بليز لما يكون في اي سؤال انت هترفع ايدك وانا هخليكم تجاوبوا، بس دلوقتي اقفلوا المايك عندك يا محمد بس، وحاولوا ان انتوا تبقوا حاطين السماعات عشان تبقوا سامعين الصوت بتاعي كويس ويبقى واضح يعني. So the shadow is formed when a dark object gets in the way of light and blocks a part of it. يبقى الحتة دي نقولها تاني. The shadow is formed when، امتى بيتكون الشادو؟ اهو شادو يتكون، الظل يتكون من، او الظل يتكون عندما. Shadow is formed when a dark object gets in the way of light، لما بيكون في جسم معتم محطوط فين؟ قدام اللايت. And blocks a part of it، بيحجب جزء منه. تاني، a shadow is formed when a dark object gets in the way of light and blocks a part of it. الاكزامبلز بقى، number one the formation of a shadow of a tree in a sunny morning when it gets in the way of the sunlight، تكون الظل بسبب الأشجار، وده بيكون في الصباح طبعا في النهار. يبقى ده number one، the formation of a shadow of a tree in a sunny morning، تكوين الظل بتاع الأشجار في the sunny morning، في النهار المشمس، when it gets in the way of sunlight. طب نختصرها ازاي؟ انا هكتب لكم الاختصار دلوقتي او اخطط لكم على الحاجات المختصره. يبقى اول مثال للشادو، يبقى the formation of a shadow بسبب مين؟ of a tree in a sunny morning. امتى بيحصل الكلام ده؟ it gets in the way of sunlight، لما بتكون قدام الشمس. خلاص؟ طيب رقم اتنين، الحاله الثانيه اللي بيحصل فيها الشادو،
the formation of a shadow of a celestial body like our moon on Earth. يبقى الاختصار هنا رقم اتنين المون on Earth. امتى؟ when it lies on one straight line between the sun and the earth. لما بتكون القمر between the sun and earth. when the moon between sun and earth. بس الثلاثة دول لازم يكونوا على ايه؟ straight line. يعني الثلاثة دول في نفس الخط. in straight line. في نفس ايه؟ الخط. على استقامة واحدة. أنا كده عندي two examples of forming shadow. Number one, formation of a shadow of a tree in sunny morning. رقم اتنين, formation of shadow when moon it lies in, on one straight line between the sun and the earth and block the sunlight from the earth. الظاهرة دي بقى, this phenomena is called solar eclipse. ده هنا لما يكون المون between the sun and earth بتكون فينومينا اسمها ايه الفينومينا دي الظاهرة دي اسمها ايه؟ solar eclipse. solar ايه؟ eclipse. eclipse اللي هو كسوف الشمس. وطبعا خلي بالكم من السبيلنج بتاع الكلمة solar دي سهلة عليكم ماشي؟ s o l a r eclipse هي دي بقى تخلوا بالكم منها ik اللي هي اي سي لبس ال اي بي اس اي سولار اكليبس تمام عشان انتوا بتكتبوا في الامتحان يبقى السبيلنج بتاعكم ايه مكتوب صح. بصوا هنا الكلمات بلوكس وسليستيال بادي سولار اكليبس والشادو والفينومينا. تعالوا هنا نشوف السولار اكليبس ده التعريف بتاعه ايه. هي دي الحته المهمه دي. طبعا الحته المهمه انا هبقى احط لكم عليها اختصارات واخطط لكم عليها زي ما انا بعملهم. هنا ده التعريف بتاع سولار اكليبس. ركز مع بعض. It is astronomical phenomena. هي عبارة عن ظاهرة فلكية. يبقى ده أول حتة في التعريف أول جزء. إن هي تعتبر إيه؟ astronomical phenomena. astronomical astronomical phenomena. عبارة عن ظاهرة فلكية. مالها؟ which occurs when the earth, the moon and the sun are nearly on one straight line. بتحدث كلمة occurs يعني تحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة ويكونوا إيه؟ قريبين من بعض على فكرة. كلمة نيرلي دي يعني قريبين من بعض. يبقى تاني. It is astronomical phenomenon which occurs when the earth, the moon, the sun are nearly on one straight line. طب وبيحصل إيه لما يكونوا التلاتة على استقامة واحدة؟ With the moon in the middle. وبيكون لازم يكون المون in the إيه؟ middle. يبقى المون بيكون فين؟ ميدل في المنتصف يعني in the middle يعني في منتصف. تعالوا نبص على الصورة. بس قبل ما نشوف الصورة عايزة واحد كده شاطر يقول لي التعريف ده كده يقرأه. read this definition. who can read this definition؟ يا عبد المنصف. it is the astronomical phenomena which occurs when the earth, the moon, and the sun are nearly on one straight line with the moon in the middle. تمام. طيب. تعالوا بس نشوف تعالوا كده نشوف الصورة. أصغرها سنة عشان تبقى واضحة كلها. شوفوا هنا. مين دي؟ الصن. مين دي؟ sun. المون. مين دي؟ الإيرث. المون ده موجود فين؟ between the sun and إيرث. حلو. أنا عندي بقى منطقتين. منطقة اسمها أمبرا ومنطقة اسمها بنامبرا. أيوة. الضوء بتاع الشمس ده لما يسقط على القمر القمر ده بيحجب جزء من الضوء على سطح الأرض. بيبقى مخبي الضوء بتاع الشمس ده ماشي. بيقول للأرض لا ده أنا مخبي شوية الضوء منك. فبيتكون من إيه؟ بيتكون الأمبرا. منطقة كده منطقة الظل اسمها منطقة الأمبرا. لكن بما ان الشمس كبيره قوي كبيره خالص خالص اكبر من حجمها اكبر من القمر فبيبقى فيه شويه ضوء كده على خفيف. المنطقه اللي هي دي اسمها شبه الظل ودي بنسميها بنمبرا. تمام. طيب في حاجه كمان عايز اقول لكم عليها. لازم تخلي بالكم ان الصن والمون والايرث all of them in straight line. الثلاثه بيكونوا على خط ايه؟ على استقامه واحده.
ماشي، ودي اهم حاجه، هاي المحاله دي في الصوره اللي قدامنا، انت تعرف ده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه، والحته السوداء دي اسمها ايه؟ امبرا، والحته اللي هي على خفيف دي اسمها ايه؟ بنمبرا. تمام. In this in it is seen in the morning only. لازم نعرف ان السولار اكليبس بيحصل امتى؟ Morning in the morning. ايوه morning only، يعني فقط في النهار. The second point او النقطه الثانيه بيقول ايه؟ The earth revolves around the sun. عارفين احنا ان الشمس، ان الارض بتدور حول مين؟ الشمس. In oval orbit، في مدار بيضاوي. ادي فين المدار بتاع الشمس؟ ادي المدار، شايفين اللون الازرق ده؟ شايفين الخط اللون الازرق؟ الحته دي ده اسمه اوربت اوف ذا ايرث، اللي هو بيمشي فيه الارض حول مين؟ الشمس. يبقى ايرث ريفولف اراوند ذا سان ان ان اوفال اوربت. بيجي كومبليت مثلا يقول لك ايه؟ The earth revolves around the sun in space. هتكتب ايه هنا؟ in oval orbit. oval orbit يعني مدار بيضاوي او دائري، هي oval. oval orbit. oval ايه؟ orbit. at the same time، وفي نفس الوقت، the moon revolves around the earth in a smaller oval orbit. وكمان القمر بيدور حوالين الارض في oval orbit، في مدار بيضاوي. كان ده احنا خدناه في grade 4 على فكرة. اي Sometimes during the rotation of the earth and the moon، في بعض الأحيان لما في أثناء دوران الأرض والقمر، the moon comes between the sun and the earth in one straight line. أحيانا بيكون القمر والأرض على استقامة واحدة. طب وبعدين يعني؟ casting its shadow، بيتكون الشادو on the earth on preventing sunlight from reaching the earth. بيمنع ضوء الشمس ان هو يجي للارض، وده بيسبب السولار اكليبس. وده بيسبب ايه؟ السولار اكليبس. سولار اكليبس. تمام. هنا بقى اكتيفيتي نمبر 1 تو اكسبلين هاو ذا سولار اكليبس از فورمد. هنا برضو في نشاط بيعرفنا او هنتعلم منه ازاي بيحدث السولار اكليبس. ستيب نمبر 1 بوت ا تنس بول ريبريزنت ذا مون between a big light source represent the sun and screen represent the earth as shown in the following figure. هنحط الكشاف، الكشاف اللايت سورس ده بيمثل مين؟ الصن. يبقى كان ده بيمثل كلمه ريبريزنت ذا صن، الصن. ايوه يعني بيمثل الشمس. طيب الكوره دي هتمثل مين؟ مون. ايوه برافو عليكم، ممتازين. طيب والسكرين بقى دي هتمثل ايه؟ صن الايرث. حلو جدا، جميل جميل. طيب observation number one، the formation of real shadow area cone shadow called أمبرا. المنطقة اللي هي بتكون الظل، منطقة الظل أو كون شادو المخروط ده، شايفين طبعا ده اسمه كون، كون شادو. this cone shadow called أمبرا. يبقى الحتة دي اسمها ايه يا ولاد؟ الكود أمبرا. أيوة. بتحصل امتى؟ ها هو وين؟ the moon block sunlight from the earth. تمام. Number two, the formation of a semi-shadow. Semi-shadow يعني شبه الظل أو نصف الظل. Semi-shadow اللي لونها رمادي دي. تمام؟ Between the lighted area and the real shadow area called bin اللي هو القلم الجاف. أمبرا. U-M-B-R-A. U-M-B-R-A. بين أمبرا. تمام؟ ده طبعا بس بعمله كسبيلنج عشان تكتبوها لي صح، عشان محدش إيه يغلط في حرف لو سمحتم يعني. In which you will see part of the light source only. تمام. Step two, move the tennis ball. هنحرك التنس بول دي شوية، هنحركها كده شوية. معلش اقفل المايك يا محمد. طبعا هنعمل هنا move the tennis ball farther from the screen as shown in the following figure. هنحاول ان احنا نحرك التنس بول دي، التنس بول دي هنحركها بس ايه؟ farther from the screen. يعني ايه farther؟ بعيد عن دي، بعيد عن السكرين. طب لما تبعد عن السكرين هتكون فين؟ هنجربها من عند مين؟ من الشمس. هنجربها شويه للشمس. بصوا، طيب بصوا كده، اطلع فوق شوفوا المسافه، المسافه دي. بصوا يا اولاد معايا، المسافه دي اكبر ولا المسافه دي؟ يعني in figure 1
is bigger than figure 2 or vice versa. مين الأكبر figure 1 ولا figure 2 المسافة between the earth and the sun؟ figure 2 المسافة الأكبر الأكبر figure 2 تأكدين طبعا استنى صغر لك الصورة figure 1 ولا figure 2 figure 2 برضو يعني the distance between the sun and the earth figure 1 figure 1 حلو يعني المسافة دي بعيدة المسافة دي أكبر أكبر ماشي طب لو أنا حركت لو حركت دي ها الناحية دي أنا كده جربت من light source من الشمس وفي نفس الوقت بعدت عن مين السكرين اللي هي الإرث أيوة ممتازين فهو هنا بقى في الستيب نمبر 2 هو اللي عمل إيه بقى راح حرك دي شوية كده لما حركها شوية يبقى farther from the screen كلمة farther from the screen يعني بعد شوية عن السكرين ركزوا معايا يعني أنا في الأول كنت بقول لكم المسافة between the sun and the earth هنا دلوقتي بقول لكم المسافة بين ال distance between the earth and the moon and the earth ما احنا قلنا ان دي ايرث دي الحته دي تعتبر الايرث ماشي وده المون فهنا المسافه بعدت شويه ايه اللي هيحصل بقى شوفوا اللي هيحصل ايه اول حاجه المنطقه بتاعه الانبره دي هتبقى صغيره ولا كبيره والبنمبره هتبقى كبيره ولا صغيره صغيره طبعا ماشي تعالوا نشوف اللي هيحصل بصوا الاوبزرفيشن الأنبرة doesn't reach the sunscreen يعني منطقة الظل مش هتوصل للشاشة يعني ممكن ما توصلش أصلا يعني هتبقى أنا زي نقطة صغيرة but it casts a negative shadow هيتكون negative shadow الأنبرة in which you can see the light source as a lighted ring the formation of a semi shadow area وهيتكون semi shadow area By applying the previous activity in space, you will observe that when the moon comes between Earth and the sun, but nearer to Earth during its rotation in its oval orbit, it appears equal in size to the sun. So it blocks the sun totally. هتحجب ضوء الشمس خالص from the area of Earth that lies in umbra area. of the moon forming total solar eclipse يبقى يحدث كسوف كلي امتى؟ شوف بقى اللي يهمني في الحته دي ايه؟ بصوا بلوك ذا سان لايت توتالي يعني لو انا قلت لكم ايه؟ What happened when the sunlight blocks totally from the area of Earth؟ هتقول بيحصل ايه؟ Total solar eclipse طيب تاني الحته دي الأنبرة doesn't reach the sunscreen امتى؟ اهو لما يكون المون اهو it casts negative shadow at an amber in which you can see the light source as lighted ring لما بتشوف هنشوف اللايت سورس اللي هو الشمس مثلا كانها ايه حلقه ده بيكون سيمي شادو اريا بصوا الحته دي مش مهمه بصراحه تعالوا شوفوا بس الحته المهمه اهي الحته المهمه بصوا هو when the moon comes between earth and sun لما القمر بيكون بين الشمس بين الارض والشمس ولكن but nearer to earth وبيكون قريب للارض during its rotation اثناء الدوران its oval orbit it appears equal in size to the sun بيكون مساوي حجمه لحجم ايه الشمس so it blocks sunlight totally يعني بلوكس صن لايت سولر يعني يحجب ضوء الشمس كليا from the area of earth that lies in amber وبتكون منطقه الظل the moon forming the total solar eclipse فهو هنا السؤال بيجي ازاي بيقول لك ايه what happened if blocks sunlight totally from the area and earth ايه اللي يحصل لو مثلا the moon blocks sunlight totally ايه اللي يحصل هتقولوا the moon forming total solar eclipse طيب
ده شكل ممكن كمان يقول لك ايه، هيجيب لك الصوره يقول لك ده نوع الكسوف ده ايه، what the kind of solar eclipse here، ده اسمه ايه total solar eclipse. يبقى الصوره دي بتمثل ايه؟ total solar eclipse. total solar eclipse يعني كسوف كلي، كسوف ايه؟ كلي. يبقى ده شكل الكسوف الكلي. طيب تاني حاجه، it blocks sunlight partly، لو المون blocks sunlight partly جزء من الأرض، from the area of Earth that lies in the number area of the moon forming partial solar eclipse. كلمة partial solar eclipse يعني كسوف جزئي. كسوف إيه؟ جزئي. كسوف جزئي. إمتى يحدث الكسوف الجزئي؟ when the moon blocks sunlight partially from the area of Earth that lies in the number area of the moon forming partial solar eclipse. يعني لما يكون في جزء من الشمس، partially جزء من الشمس، from the area of Earth that lies in penumbra، بيكون القمر في حتة اسمها البنمبرة. أكبرها لكم شوية، استنى بصوا معايا حلوين. مش احنا أخدنا إن في عند منطقتين، منطقة اسمها أمبرة، في منطقة اسمها بنمبرة. طيب الأمبرة دي بتكون ايه لونها؟ أسود خالص. لونها اسود خالص، اسمها ايه؟ أمبرا. أمبرا. لو القمر على هنا موجود في الحتة دي، يبقى هيحدث ايه؟ توتال سولار اكليبس. طب لو القمر مشي شوية لفوق هنا زي ما الصورة دي، يبقى هيكون الجزء كده بارشلي، يعني هيبقى جزء بس منه، جزء من القمر في الحتة دي ان بنمبرا area، ده هيكون partial solar eclipse. طب